صباح الخير، صباحكم نور، صباح المحبة والفرح والسلام، صباح بدء وقرب تحضيرات لعيد الميلاد المجيد اللي راح يصادف نهار الجمعة. فمنصبح عليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك نور سات جوردان في برنامجكم الأسبوعي أنا وأبونا جورج رايحة من صباحكم نور. يحلو دائما بقولوا اللقاء مع الأحبة والأصدقاء، ونحن في هذه تقريبا صلنا كم شهر بدنا نحتفل بالسنة، يعني تقريبا سنة مباشرة، يعني قل شوي، يعني احنا ما بلشناش من بداية السنة، بعد شهر 3 من جائحة كورونا بلشنا نعمل برامج بالاستوديو. يعني هذا اللي عم بتذكره، فتقريبا رح يصير لنا تقريبا سنة فببرنامجكم وإطلالتنا معاكم بصباح كل نهار 3 ونهار 2 ببرنامج تغريدات عائلية ومؤخرا تغريدات ميلادية. فإن شاء الله أبونا بتكون في مستمرين في برامجنا على السنة الجديدة. فنحن بهذه الحلقة رح تكون هي آخر حلقة قبل الميلاد، وبعدين بعد الميلاد فإنه بيكون موسم تاني إن شاء الله مع أصدقاء ومتابعين جدد كمان. فنحن بنشكركم على متابعتكم خلال هاي الفترة الماضية، ودائما حضوركم لبرنامجنا صباحكم نور، وإن شاء الله أنه استفدتم المواضيع اللي طرحناها خلال هاي الفترة كمان. حاسة أني عم بحكي كأنه عم منودع. طبعا بنودع سنة بكل همومة هالسنة هذه يا أبونا، بس نضلنا نقول في النهاية الحمد لله على كل نعمه وعطايا اللي طلعنا منها، الحمد لله. يعني اللي عايشين. عاش واللي عانى واللي تألم واللي يعني ما حققش اللي كان حاطه في أحلامه يحققه هاي السنة 2020، لكن إن شاء الله الأيام الجاية كمان والسنوات القادمة تكون أحلى وأحلى علينا جميعا. في هذا البرنامج رح نحكي اليوم طبعا قبل عيد الميلاد، يعني قرب عيد الميلاد، رح ما ننسى أمنا مريم العذراء اللي هلا كمان لقدام رح تعيش مخاض ولادة يسوع المسيح ابن الله المتمجد هو المتأنس، وصار إنسانا حتى يخلصنا، حتى يعرفنا على ربنا المحب الغفور الرحوم. فرح نحكي اليوم عن مريم العذراء أم الكنيسة وأمنا. نحن من دون أم يعني مثل اليتامى، فاللي ما إله أم يا أبونا دائما بقول لك يتيم الأم، يعني اليتيم هو يتيم الأم. لكن احنا مش نقصر بالأبهات، لكان الأم بس هي يعني حياة الإنسان، الأم اللي بتعطي الحياة، اللي بتعطي الراحة، اللي بتعطي النصيحة، بتعطي الطمأنينة، الرعاية، الأمان، عدم الخوف. يعني دائما بقول إنه الأم هي يعني شعور الأمان للإنسان على الأرض، حتى مهما واجه من صعاب ومهما واجه من مشاكل وتحديات بالحياة، يعني بضل حضن الأم الدافئ هو الحضن الآمن اللي بخلي الإنسان يضل عنده أمل ورجاء إنه في حياة آمنة وفي أمل. فرح يكون معنا أبونا كمان فرح حجازين، وحضرتك نحكي عن أمنا مريم العذراء خاصة في هذا الزمن الآن، زمن المجيء. وأيضا كمان رح نتكلم عن تحضيرات الكنيسة في الأعياد الميلاد، وكيف رح نرتب الاحتفالات خاصة مع الحظر يوم الجمعة، الحظر الشامل. والحكومة أعلنت يوم الخميس عطلة رسمية. فرح نحكي مع أبونا عماد علمات هو الأمين العام للمطرانية اللاتين. فهذا بالنسبة لبرنامجنا. طبعا نحن نشاطاتنا كالمعتاد، إضاءة الشجرة عم بتتم طبعا ضمن حضور محدود، كان مبارح بالسلط وفي أربد واليوم في الزرقاء،
وأيضا كان قبل كم من يوم السبت في المغطس، وفي جبل الويبدة كان في من يومين كمان إضاءة شجرة مع المركز الثقافي. فعم بيصير في يعني حركة جميلة بالجامعات، عم بيصير في كمان إضاءات الشجرة، شجرة الميلاد، فكل مكان عم نزرع في شجرة. وبصراحة يعني السنة هذه تم إضاءة شجرة في أماكن ما مش متعودين عليها طبعا، مثل الجامعات. هلا الجامعات حتى الرسمية الحكومية عم بيصير فيها إضاءة شجرة، الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية يعني حتى الأماكن اللي ما كنا يعني نشوف فيها، عم بنشوفها بالمستشفيات بالعيادات بالمراكز الطبية بالضبط. يعني في النهاية هي رمز جميل يعني، ومثل ما نعرف جميعنا أنه هي تعود لما قبل المسيحية. نعم. الاحتفال بي إحنا أخذنا الطابع حسب رواية الأباء القديسين اللي حكونا أنه كانت في مغارة بيت لحم كان في شجرة، ولما إجوا المجوس معهم الهدايا واللي قدموا هيك يقال أنهم زينوا الشجرة هناك على باب المغارة اللي انولد فيها يسوع. نعم. وكان قسطنطين عندما عمم الديانة المسيحية على كافة السكان الإمبراطورية انه اول شيء سمح لهم بحريه المعتقد، انه من حق كل واحد يختار الدين اللي بده اياه، ومن ثم فيما بعد اعلن دين الامبراطوريه المسيحيه. فكان هناك عيد يحتفلوا فيه بالشجره، عيد وثني قديم. فعشان ما يصير في يعني مشاكل بالدوله بين عاداتهم وتقاليدهم، فحافظوا على الثنتين معا يعني، فاصبح انه المسيحي والمش مسيحي بيحتفل بالشجرة. على ما يبدو بدنا نصير بهالايام هاي الكل يعني يحتفل بهالزمن، وخصوصا احنا يعني بالاردن ما فيش تعدد كثير يعني، اسلام ومسيحيه. نعم. والاسلام بيؤمنوا بكرمه السيد المسيح يعني اكثر اكراما يعني، وبيؤمنوا فيه وبيعطوه اكرام، وبالتالي لما تحتفل ميلاده يعني هذه قضيه موثقه بالقران يعني. نعم. انه ولد المسيح يعني، هاي مش زي اليهود اللي بعدهم استنوا بالمسيح، لا، الاسلام يؤمن ان المسيح ولد، وبالتالي تكرم الديانه الاسلاميه العذراء اكثر ما بتكرمها بعض الطوائف المسيحيه يعني. نعم. يعني وما فيش نساء في الاسلام انعطت صوره كامله، مريم العذراء اخذت صوره مريم كامله خصصت ل التفاصيل الولادة يعني بالرواية الإسلامية للحدث الميلاد. فيعظم الإسلام الأنبياء يعني، وهذا من الركائز يعني اللي ممنوع يصير مسلم إلا يحفظ الأركان الإسلام اللي هي الإيمان بالله ورسله. نعم. مكمل نحن بعض. بلشنا أبونا بالموضوع ومتحمس حضرتك عشان دراسات الإسلامية كثير متحمس. نعم هذا يعني نصلي كمان، نصلي إن شاء الله احنا بنبلش هلا بصلاه افتتاحيه لبرنامجنا، وبعدين ناخذ اتصال مع ابونا عماد علماد عشان ما تتركه ينتظر. وعدنا انه نحكي معه بكير. فصلاتك يا ابونا، بركتك. صلاه ربنا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن آثامنا، يا قدوس اطلع واشفي أسقامنا، اشفينا من كل علة ومن كل داء أو وباء. نصلي لك يا والدي الإله الفائقة القداسة، يا والدة الإله الفائقة القداسة خلصينا، يا أم الفادي كوني أمنا. يا رب من سلمك انهارنا تعمل فيه، تمنحنا نعمك السماوية والصحة والعافية لهالبلد، قيادته شعبه الناس بكل مكان. نصلي تعم الصحة والعافية، نستقبل طفل المغارة مش في البيوت المنحجر، بيوت البشر قلب الإنسان يكون هو المذود اللي تولد فيها يسوع. تعال وحل بنعمك، يا من تجسدت لأجلنا خلصنا الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. آمين. آمين يا أبونا. آمين. نحن هلا الآن نرجع لكم على موضوع مريم العذراء، سيدنا مريم زمن الميلاد، وكيف استقبلنا واستقبلت هي البشرى السارة في ميلاد يسوع المسيح مع يوسف البار، قديس يوسف.
فرح نتحدث معكم فيه مع أبونا فرح حجازين وأيضا أبونا جورج رايح يعطينا أيضا فكرة عن تكريم وإكرام سيدنا مريم العذراء وهاللغط اللي عم بيصير بعض الكنائس عن موضوع مريم العذراء والشفاعة والأمور الأخرى. طبعا احنا بنحيي هلا وبنصبح بنقول لكم صباحكم نور كل اللي معنا على البث المباشر اللي بيحضرونا مباشر، وبنقول لعدنان حدادين صباح الخير، وعيد الريحاني صباح الخير صباحكم نور، ثائر مخامره وايمان شرايحه ومحمود صعوب وكل الاحترام، استاذ عوني سليمان يسعد صباحك كل عام بخير، ومياد عاشور وإخلاص سويس ومريم الزعمط، بنصبح عليكم صباحكم نور إن شاء الله. معنا أبونا عماد علامات أمين عام مطرنة اللاتين، صباح الخير أبونا. صباح الخير، كل عام وانتم بخير، وكل عام وجميع أهلنا وأقاربنا وأهل البلد والناس اللي بيسمعونا بألف خير. الله يسلمك يا ربي. سعد صباحك أبونا، صباحك نور. صباح النور أبونا، الله يسعدك. خلينا إياك يا أبو. تسلم يا أبونا، وشاكرين لك وقتك، أنت عارف هلا الوقت عندك شوية ضيق خاصة في التحضيرات وقرب عيد الميلاد، وأيضا اللبكة اللي صوتها الدولة بين الخميس والجمعة لأنه عندنا جمعة حضر، لكن مشكورة الحكومة أعطتنا الخميس للمسيحية أنه يقدروا يقوموا بواجباتهم الدينية. إن شاء الله الأمور تكون بخير وبسلام وتمشي على خير. تخبرنا أبونا كيف التحضيرات الكنيسة اللاتينية في زمن الميلاد؟ يعني زي ما الكل بيعرف أنه يوم الخميس هو ليلة الميلاد المجيد والقدديس، بقدديس ليلة الميلاد السنة راح تكون بالحد الأدنى من الاحتفالات الدينية الغير مطولة، يعني راح تكون ما بين خلينا نحكي ساعة 4-4:30، وإنه تنتهي كل الخدمات الروحية والقداديس حوالي الساعة 8:30 مساء. راح تكون الاقتصار الصلوات، اقتصار الاحتفالات فقط على الاحتفالات الليتورجية احتفالا في جوهر العيد. السنة هاي تركيز على الجوهر مش على كل إشي، خلينا نحكي الاحتفالات الخارجية بسبب الظروف اللي احنا بنمرق فيها، تضامنا مع كل الناس اللي تألموا بسبب المرض أو بفقدان أشخاص عزيزين لإلهم. ولكن الفرح، فرح الميلاد هو فرح روحي في الدرجة الأولى. هاي المناسبة اللي احنا بدنا نبث رسالة رجاء ومحبة وفرح للناس فيها من خلال نور الميلاد في الكنيسة. رح يكون في الإجراءات يعني مشددة نوعا ما على كل الأمور، التحضيرات اللوجستية والتحضيرات لدخول الكنيسة، وهنا من هون من عبر نورسات نوجه رسالة لكل الناس اللي بدها تشارك انه تلتزم بالإجراءات الوقائية، في التباعد، بلبس الكمامة بطريقة مستمرة بالكنائس. عشان بعض الكنائس اللي خلينا نحكي المتوقع أن يكون فيها أعداد من الناس عملت أكثر من قداس، يعني الناس تقسم حالها، هذا إشي في إشي مبكر في إشي شوي يعني متأخر، يعني على الساعة 6 ماكسيموم 6:30، هذا عشان تسهيل المهمة على الناس. ولازم الكل يعرف كمان أنه راح يكون في بث للقدديس، فالعيلة لما بتكون مجتمع مع بعض في البيت وبتصلي مع بعض وبتحتفل بعيد الميلاد مع بعض، بهاي السنة بشكل خاص الاتحاد الروحي حتى من البيت هو اتحاد أصيل وهو صلاة حقيقية، وربنا بده سلامة الجميع وبده البركة لبيوتنا.
فاللي ما بيقدر يجي على الكنيسة وعنده كمان هاي الحس بالمسؤولية تجاه عائلته وتجاه الآخرين يصلي من بيته، وهذه هاي الصلاة بعين ربنا هي مقبولة لأنها بتنظر إلى الخير العام يعني وسلامة الجميع. نعم. هلأ أبونا في بعض الكنائس أعلنت أنه رح تعمل ليلة الميلاد نهار الخميس قداس، لكن أعلنت أيضا أنه قداس العيد رح تأجله نهار السبت. إذن في قداس يعني للي مش قادر يحضر الخميس لأنه خمس مساء الميلاد. نعم. والقداس رح يكون بمواعيده زي ما حكينا هلأ. نعم. يوم العيد لحد هلأ، وهذا الإشي معلن كمان إنه هو يوم حظر. نعم. راح يكون في بث لقداس موحد بيحتفل فيه بعض الكهنة على الساعة 12 الظهر. والناس تقدر تشارك من بيوتها، ولكن في رعاية اللاتين يوم السبت ثاني يوم ممكن نقل قداس العيد لمشاركة الناس. فيوم السبت هو يوم راح يكون ايضا في صلوات لقداس لقداس يوم الميلاد. نعم السبت. لكن في عنا احنا هلا الترتيب راح يكون كالتالي، يعني يوم الخميس راح يكون في قداس، نحن راح ننقل بين الساعه 4 للساعه بين الساعه 4 للساعه 8 8 ونص نهايه آخر القداس نعم. يوم الجمعة رح يكون في بث قداس موحد، بث قداس موحد حضر. نعم. ويوم السبت للي ما قدر يوم الخميس إنه يصلي قداس يوم العيد. نعم. يوم السبت في بعض الكنائس رح تعمل قداس العيد. نعم نعم. أبونا هلا بعيد عن التحضيرات وهيك، لأنه إحنا منعيش بظرف استثنائي يعني، لكن الناس يعني خلال هذه السنة تعودت أنه ما بدي أقول ابتعدت عن الصلاة، لكن ابتعدت عن الكنيسة الأم، يعني أنها تيجي تحضر القداس وتحضر الذبيحة وتعمل وتتناول الجسد ودم السيد المسيح. هل بتعتقد أنه نحن بكلامنا دائما انه الناس تصلي ببيوتها وتعمل بيوتها كنائس صغيرة وتصلي فيها، لكن هذا بعد هذه الجائحة، لانه هاي الجائحة مش مستمرة، وهذا الوضع الاستثنائي بالنهاية رح ينفك ورح تحل الامور وترجع لنصابها الطبيعي، لكن يعني فكرك هذا رح يأثر على منهجية وطبع الناس بالصلاة؟ اللي بنتمنى انه تكون هاي الفترة فيها نمو روحي بطريقة جديدة، فالروح يهب حيثما يشاء. نعم. هذا حقيقة كتابية نؤمن فيها، وفي ظروف خاصة وفي ظروف معينة اللي فيها بدها وعي كمان، لانه ربنا أعطانا القدرة على أن نكون واعيين ونميز. إنه ما بقدر أروح على الكنيسة اليوم، هذا لا يعني أني ما بقدر أكون بنمو روحي وبمشاركة روحية وبتحويل هاي الحالة من تحدي لفرصة للنمو الروحي. بس هاي فترة مؤقتة. القداس الإلهي هو في قلب مسيرة هذا النمو، والاقتراب من جسد المسيح هو في قلب هذا النمو. كنائسنا مش مغلقة، احنا كنائس مش مغلقة، وتم خلينا نحكي تنظيم الأمور، مثلا ليلة الميلاد ان يكون أكثر من قداس. نعم. عشان الناس تقدر تيجي تصلي كمان، ولكن هون اللي ما بصير احنا نحمل خلينا نحكي ضمائر الناس ثقل. الكبير في العمر اللي بالوضع الطبيعي هو ما بيقدر يروح. نعم. يصلي في بيته هو مرتاح ضميره. نعم. الكنيسة بتصله، لما هو ما بيقدر يصل الكنيسة بتصله كهنتنا. نعم.
بناولوا المرضى ضمن إجراءات صحية معينة كمان. الكنيسة هي جماعة تتحد مع بعض في كل الظروف، واللي ما بيقدر يطلع درجات الكنيسة الكنيسة بتصل عنده. هون الإشي المهم إنه نعرف إنه إمكانية النمو في الروح هي واردة، وخصوصا أثناء الصعوبات ربنا بيضع نعمته ونفتح قلوبنا لهاي النعمة في هذا الزمن. نعم، لأنه الناس تعودت على الابتعاد عن الكنيسة، وشوي شوي بطلوا يذكروا يعني يوم الأحد حتى أنه في صلاة اليوم. يعني في كتير من الشباب والعائلات اللي بطلت من شهر 3-4 من وقت ما سكرت الكنائس، ابتعدت عن الكنيسة وشوي شوي بطلت تذكر نهار الأحد حتى. يعني هذه الفئة اللي عم بحكيها بين الشباب والطالع، وحتى سيدات البيوت يعني اللي كانوا متعودات ياخذوا أولادهم يوم الأحد أو يوم السبت مساء أو الأحد صباحا على الكنيسة، هلا عم ينذكر منقولهم نهار الأحد اليوم. يعني كانوا أولا بالبيت نذكرهم من خلال الإعلان، من خلال صفحاتنا الفيسبوك، لأنه صارت الجائحة وقت عيد الفصح نقول الكنيسة وعاملين القداس كذا وعاملين القداس كذا. لكن هلا عم بشوف أبونا عائلات كتيرة ما عم تذكر نهار الأحد، فعم بشوف هنا في خطر كتير كبير إنه لا غنى عن الكنيسة. ونحن بظرف استثنائي اللي لازم عليكم تنمو بطريقة أخرى، لكن مش إنكم تحطوا إيديكم ممنوع ندخل. هنا ضروري جدا دور يكون في إبداع في توصيل الرسالة للناس. نعم. هون دور أكيد الإعلام، ولكن أيضا بال خلينا نحكي التواصل. اليوم في عنا وسائل تواصل. نعم. لأن الناس ما بتقدر تشوف بعض بس تقدر تتواصل مع بعض، فاستثمار هاي الوسائل لتحفيز الناس على ارتباطهم بكنيستهم هو إشي أكيد مهم كثير بهاي الفترة. أكيد. كثير مهم كمان نتفرج لقدام. يعني بجوز هاي السنة كانت سنة غريبة وصعبة كثير. نعم. على كثير ناس. الميلاد بذكرنا إنه الولادة الروحية ممكنة في خضم كل الصعوبات اللي الإنسان والكنيسة بتعيشها. الرجاء والأمل في ولادة جديدة هو إشي ممكن، لأنه اللي هو مستحيل في نظر الناس هو غير مستحيل لدى الله. عشان هيك بهاي الفترة كل هاي المخاوف، إن كان الكنسية أو إن كان الفردية أو إن كانت العائلية، المخاوف الموجودة نضعها أمام المغارة ونطلب من رب السلام إنه يزرع فينا هذا الرجاء، وإنه ننطلق إلى الأمام. ما خلينا نقول نستسلم للإحباط أو للاكتئاب أو لهذا الانغلاق. نعم. يكون في عندنا هذا الرجاء إنه ربنا قادر، هو سيد التاريخ وقادر أن يحول مجريات الأمور دائما للخير. أبونا عماد علامات، بصفتكم الأمين العام لمطعونية اللاتين في الأردن، هل هناك إجراءات خاصة من الفعاليات الكنسية على أرض الواقع للتنظيم أو للاحتفال كالجوقات والكشافة يعني هاي الفعاليات راح نشوفها بالكنيسة خصوصا الأمور الخارجية أو الاحتفالات الخارجية هي تم توجيه إنه إيقافة. يعني عندما شفتوا السنة مثلا لفات بابا نويل إلى آخره، بالنسبة لنا ككنائس وكفعاليات مرتبطة في الكنائس هاي الاحتفالات البزارات الاحتفالات الخارجية هي موقفة. شبابنا وصبايانا اللي اليوم خدمتهم هي خدمة مختلفة، خدمة تنظيم، خدمة تعقيم. وبهذا الصدد بحب بهاي المناسبة بحب إنه أذكر إشي حلو صار. يعني هيئة شباب كلنا الأردن
تواصلوا معنا وقدموا خدمة تعقيم مع يعني من شبابهم في بعض الكنائس. كمان موضوع التعقيم للكنائس هو نوع من الخدمة اللي عمالها بتتم. الاحتفالات الخارجية خلينا نقول كل شيء متعودين عليه احنا بالوضع الطبيعي في اعياد الميلاد هو مش موجود. التركيز زي ما حكيت في البداية على جوهر العيد. جوهر العيد احنا هلا في ظرف بحاجة اكثر لسند روحي، والفرحة تبعت الأطفال والفرحة تخلق بطريقة مختلفة، ولكن أكيد مش لازم يكون أي تجمع هو سبب لإيذاء صحة الناس. أكيد يا أبونا. أبونا كلمة أخيرة بتوجهها لمشاهدين ومتابعينا على تلفزيون نورسات وتل لوميير بهالمناسبة، مناسبة الأعياد الميلادية، ف ايش بتوجه لنا كلمة؟ يعني رسالة بدها لايك على خطر على بالي اللي هي المجد لله في العلا، الآية المهمة الميلادية، وعلى الأرض السلام والناس المسرة. خلينا نمجد الله بهالأيام، خلينا نطلب من ربنا السلام لبلادنا ولقلوبنا ولعائلاتنا، ونعرف أكثر إنه المسرة هي إشي خبرة داخلية الإنسان بعيشها أكثر مما هي أمور خارجية ممكن تكون تتبدد مثل البخار، يعني إنه لا يكون في عندنا مسرة أصيلة منعيشها في 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 داخلنا بمشاركتنا مع المحتاج، بمحبتنا للناس، خلينا نحكي استعدادنا للغفران وللولادة الجديدة الروحية. آمين يا رب. وعامت بخير أبونا، ميلاد مجيد. وانت بألف خير، وشكرا للاتصال، وسلامنا، وكل عام وانت بألف خير. وانت بخير يا أبونا، شكرا لإلك. شكرا. صباحك نور. صباحك نور. كان معنا الأمين العام لمطرانية اللاتين الأب عماد علامات للحديث عن ترتيبات أعياد الميلاد والأدديس في يوم الخميس وجمعة والسبت. عاملين قداس مشترك بين الكهنة مع بعض بالكنيسة يوم الجمعة، فإن شاء الله إحنا بنقوم بنقله وتغطيته على أساس إنه يستفيدوا أكثر ناس يصلوا، خاصة بالبيوت منحجرين. منحجرين صحيح. فالميلاد رح يكون استثنائي هذا العام زي ما كان الفصح كمان استثنائي. وأنا لما ذكرت لأبونا إنه في ناس تعودت إنها خلص هذا ما تصلي وما تذكر كنيسة ولا إشي، يعني كان في البداية صعب خاصة المتعود، بعد شوي صار شوي 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 إنه عادي صلي، أسبوع صلاة أسبوع ما فيش صلاة، بعدين صار كله. يعني أبونا سألت ناس من شهر 3 من وقت الجائحة والإغلاق الشامل كامل لحد الآن ما دخلوا كنيسة ولا تناولوا، يعني وإحنا عم نحكي عن شهر 12، يعني منقول على 9 أشهر. فتسعة أشهر وأنت بعيد عن الكنيسة، 9 أشهر بعيد عن جسد يسوع المسيح، لكن بسبب ظرف جائحة كورونا، لكن هذا مش عذر، يعني هذا قصدي إنه هذا مو عذر. الكنائسنا مفتوحة، فيك إن خلال السنة تروح وتصلي عادي مع استعمال الكمامة والتعقيم، وكتير يعني الكنائسنا مجهزة وعم بتحافظ على سلامتك في الكنيسة، بتعقم الكنيسة وبتعقم الأدراج والأرضيات والآخرين، وحتى يعني سهلوا لنا إياه إنه المناولة حتى باليد بتاخدها، فما في خوف مدامك إنك أنت مستعمل الأدوات والأساليب المتبعة في الحفاظ على الصحة والسلامة، فمو غلط. نحن ممكن هلأ في عيد الميلاد إنك أنت ما بتشجع أو مش كتير عندك الرغبة إنك بهاي التجمعات تيجي تحضر قداس عيد الميلاد، لكن دايما حط في بالك أي فرصة بتصح لك إنك تروح على الكنيسة وتصلي وتتناول ما تضيعها. فمنطلب للي امتنعوا عن الصلاة خلال هاي الفترة بعذر الجائحة وبعذر كورونا والخوف من الفيروس كورونا
انه يلاقي الفرصه المناسبه خاصه قبل عيد الميلاد لو زياره للكنيسه والسجود امام القربان والاعتراف عند كاهن الرعيه بالكنيسه، ياخذ موعد يعترف عنده ويصلي يقول ابونا انا خلال فتره الجائحه هذه ما صليت او ما تقربت لربنا. فحضر قلبك، حضر مغاره قلبك تا ينولد يسوع فيها، ما يضل الاحتفال مظبوط انه معنوي روحي، لكن احيانا بعض الناس ما بتعرف شو معنات احضر حالي روحيا ومعنويا. والتحضيرات مش بس اني اهتم بالكيك والكريسماس كيك والكوكيز والشوكليت وزينت الشجر وكذا، المهم نزين قلوبنا. يعني خصوصا الكنيسة دائما بكل طقوسها، خصوصا الكنيسة اللاتينية، يعني بتحط بنود وفحص الضمير وبتحط ايش الاسئلة يعني الكتاب اللي في التراتيل بالضبط. نعم. اللي موجود بكل الكنائس، يعني بيستخدموه حتى بكل الكنائس يعني الكاثوليكية عموما. يعني فهو الفكرة انه فعلا يعني قبل الميلاد وخصوصا المناول يعني لازم تكون على استعداد. القديس بولس بيحكي بيجيب لحاله الانسان دينوني ويجيب لحاله نار حارقة اذا انت بتخطر عن غير استحقاق، وخصوصا اللي كاسر الوصايا العشرة يعني وتعاليم الكنيسة ما دام في سر اعتراف. يعني في فرصة انه الواحد يعود كالطفل، يعني هاي نعمه مش موجوده الا بالاسرار الكنسيه. نعم. يعني انه الانسان يتصالح مع الله ويشطب كل، يعني تخيل يعني انا كانسان لاخوي الانسان صعب اعملها وبتغلب تعملها تسامح. شوف ربنا اللي خالق الكون قديش عظمته تيسامحنا ويفتح لنا صفحه جديده. بعودي لموضوعنا مريم العذراء، في كثير بيحكي لنا انه يا جماعه ما هي هيك دورها، ليش بتكبروا كثير الموضوع خصوصا الكنائس الكاثوليكيه، يعني وصلتوها لمكان يسوع، هي مش بمكان يسوع يا جماعه. فاحنا دائما بنجاوب الناس بنقول الكتاب المقدس هو اللي عظمها، الكتاب المقدس هو اللي اعطى الشان، ويسوع هو اللي اعطى الشان لمريم العذراء. يعني في ناس بيفكر انه بانجيل لوقا، مطلع انجيل لوقا قصه الملاك ولا من هون بلشت، هذا خطا كبير بيقعوا فيه الناس. العذراء منذ ولادتها تجهزت لهذا الحدث. نعم. يعني بسابق علم الله من يعني يواكيم وحني كيف كانوا كبار وعاقر وكذا، كيف اجتهم البنت، كيف قدموها للهيكل، كيف اعدت من سن الطفوله. لا بل يعني هاي في ناس كثير ما بنتبه لها، لا بل بسفر التكوين، تخيلي سفر التكوين يعني اول من كتب انكتب على العذراء. وين انكتب على العذراء؟ نعم، لما بحكي عن الحواء التي تسحق الرأس الحية بسفر التكوين، القصة هي حواء القديمة وحواء الجديدة، بآدم دخلت الخطيئة وبآدم الجديد. مين هو آدم الجديد؟ يسوع المسيح. نعم. اللي بده يصالح وصالح البشرية. فدبوءات العهد القديم أشعيا، يعني أشعيا صفر زاخر بأكثر من موقع، هو بحكي كلمة عمانوئيل من وين جبناها؟ من سفر أشعيا. نعم. ها إن العذراء تأتي وتحبل وتبل. شو عم بحكي هذا؟ أي لغة بحكي إنه عذراء وتحبل يعني حكى لهم إشي الناس المستمعين في عهد أشعيا. يعني أنا بتخيل نفسي مع الناس عم بسمع واحد بحكي يقول شو هالهذلان هذا الإنسان اللي قاعد بحكي ها إن العذراء تأتي وتحبل، شو اللي ويعني شو هالإعجاز في ولادة يسوع المسيح؟ هذا المشروع الخلاصي. مريم العذراء عضو فاعل، عنصر هام في الموضوع. يعني الواحد يوسع خياله شوي وتخيل كيف الله بدل سنة الكون بين كل الأنبياء والصالحين. يعني مين في واحد ما إله الولادة البشرية من أب؟ يسوع المسيح. وبكل الديانات تحكي أنه كلمة الله، نفخة من روح الله. يعني احنا من المسيحيين بنقول ابن الله، والبنوه ليست بنوه، احنا بنحكي بنوه المصدر. يعني باسم السمعان بنت الفحيص، يعني هل الفحيص لها ام وهي تزوجت وحاشا ان تكون هذه لا الفكره بالبنوه هي الانتماء. يعني من اين هذا الانسان اللي شايفينه انت في كل الحواس وشابه الانسان في كل شيء ما عدا الخطيئه، يعني البعد الاخلاقي في تعامل يسوع المسيح معنا. ولكن بيولوجيا غضب وبكى وكان يتحمم ويغسل ويطلع وعاش. نعم. حياته البيولوجية الإنسان كاملا بكامله. نعم. ما عاد إيش قلنا خلقية الأخلاق اللي هي موضوع
الخطير. فعندنا لما نحكي عن مريم العذراء ما في من النساء العالم اللي انخلقت يعني ما في بهذا هذا التكريم. فمش اليوم والله الكنيسة الكاثوليكية بتكرم ولا الكنيسة الأرثوذكسية ولا اليوم في الكنيسة البروتستانتية لا بتقول إنه هيك أو هاي بتحكي إنه هيك، والخلاف العقائدي اللي كل العالم بتحكي فيه مش هذا الموضوع. الموضوع في إشي جلي كالشمس، يعني الشمس ما بتتغطى لا بضربة زي ما بيحكوا ولا بهج بالضبط. العذراء ضوت لتاريخ الخلاص في 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 عنصر فاعل ومهم. فلا يجوز اليوم أن نحكي أنها هي كانت لها فترة وخلص. العاد يسوع إجا قبل 2000 سنة، إيش بيساوي اليوم إحنا هون؟ ما إحنا بدنا نعيش تعليم يسوع المسيح من خلال الكتاب المقدس، والكتاب المقدس اللي بحكي لنا الحوار الجميل ما بين الملاك والعذراء، وفي ثلاث كلمات بتختصر كل الإنجيل اللي عاشته مريم، وكانت تحفظ كل ذلك وتتأمل تحفظ وين في قلبها. نعم. كل الأحداث من طفولة يسوع لما نعم. ضاع بالأورشليم وطلع والقصة الشهيرة كلها. يعني أتوقع الموضوع الكتابي راح نخليه لأبونا فرح، يعني راح يزيدنا كثير في هذا الموضوع. لا حديث شيق يا أبونا، يعني بما تكلمت فيه وهي الحرارة وهي الغيرة على موضوع مريم العذراء. نعم. يعني لأنه جدا حساس لكنائسنا المختلفة والمتعددة، وفي كتير لغط حول يعني مريم العذراء. يعني. نعم العقائد عم أوقات عم تتصادم مع بعض عن كيفية ما بين تكريم مريم العذراء وتقديس مريم العذراء، وفي بعض الممارسات الشائعة الشعبوية أنا بسميها طبعا. يعني وصلت هي هذه هي اللغط اللي صار بين الكنائس الأخرى، إنه بتوصل للتمجيد والعبودية، يعني العبادة عبادة مريم العذراء. بنميز إحنا يعني بين العبودية والعبادة. نعم التعبد، العبادة التعبد لمريم العذراء هو تقديس وإكرام وإجلال واحترام لمريم العذراء. ففي فرق، فلكن إحنا ما منلوم يعني الناس اللي بطبيعتها البشرية بتقعد بتمارس أوقات أشياء نعم. بساطة بتكون ببساطة نعم بدون بساطة. لا سمح الله أن نقول بموضوع السجود ولا سمح الله لا فإنه بالسجود بالزبط. والتعبد لإلها وإلى فهو زود إكرام لإلها وزود بالزبط. يعني إنه تقديس لإلها. لكن نعم نحن لم نترك الموضوع مريم العذراء الكتابي في الكتب المقدسة لأبونا فرح إحجازيين. صباحك نور يا أبونا. ألو صباح الخير. صباحك نور أبونا. شكرا لك وشكرا على وجودك معنا. رسل النور. صباحك نور أبونا. خلينا معك دائما، إحنا يعني ما بنمشي صباحنا إلا بحكمتك يا أبونا. هذا اللطف خاصة في موضوع مريم العذراء وفي زمن المجيء وزمن الميلاد أبونا، وأنت بالنسبة لك مريم العذراء هي أمك. ما في شك. تفضل أبونا تحكينا عن موضوعنا لهذا الصباح. ما في شك أنه مريم العذراء لها دور كبير في الفداء. مريم العذراء اللي استقبلت ابنها يسوع من السماء لم تحتفظ بإلها لوحدها بل قدمته إنا. فإحنا في هذا الأسبوع الأخير من زمن المجيء بدنا نمضي مع مريم العذراء وهي تنتظر مولودها ومخلصها. لأنه ليس هناك من شخص أفضل من مريم العذراء لكي يعرف يسوع ويعرفنا بيسوع، يحب يسوع ويحملنا على محبة يسوع، يخدم يسوع ويحملنا على خدمته، يقتدي به ويدعون للاقتداء به، عملت دوما بإرادة يسوع وتدعون للعمل بإرادته القدوسة. هي التي قالت للخدم في عرس قانا الجليل: مهما أمركم به يسوع فافعلوه. وإذن ماذا نستطيع أن نقول في مدة قصيرة عن تلك التي اختارها الله وزينها بكل الفضائل، في تلك التي منذ نشيدها الأول تعظم والأجيال تمتدحها؟ سنكتفي بكلمة وجيزة في الأفكار الثلاثة التالية: أولا، ماذا قال الله عن مريم العذراء؟ ثانيا، ماذا قالت الكنيسة عن مريم العذراء؟ ثالثا، ماذا يقول الشعب المسيحي عن مريم العذراء؟ أولا، ماذا قال الله عن مريم؟ نجد ذلك طبعا في الإنجيل المقدس. أولا، اسم مريم هو اسم أرامي أو سرياني، ولهذا الاسم أكثر من 67 معنى، منها السيدة، الأميرة، العابدة، المحبوب من الله، الجبل العالي، التقي وما شبه ذلك.
ومريم العذراء هي ابنة يواكيم وحني، وهما من سلالة الملك داود، كما نقرأ في إنجيل القديس لوقا: فيعطيه الرب لله عرش أبيه داود. كانت مريم العذراء مخطوبة ليوسف، وكانت الخطبة تعقد لمدة عام. وقد أعلن ملاك جبرائيل لمريم العذراء بأنها ستكون أم للمسيح المنتظر ابن الله، فقالت للملاك: هأنمة الرب فليكن لي بحسب قولك. وقد قامت مريم العذراء بعد البشارة بزيارة خالتها إليصابات في عين كارم، فحيتها إليصابات بالقول: من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ فأجابتها مريم العذراء بنشيدها المشهور: تعظم نفس الرب. وبقيت مريم العذراء عند خالتها إليصابات مدة 3 أشهر، إلى أن وضعت إليصابات ابنها يوحنا. وقد ذهب يوسف ومريم معا من الجليل إلى مدينة الناصرة إلى بيت لحم. وهناك في بيت لحم وضعت مريم ابنها البكر. وقد توالت سلسلة من الأحداث بعد الميلاد، ظهرت فيها مريم العذراء بصورة واضحة، منها تقديم يسوع في الهيكل والقيام بفروض التطهير، زيارة الرعاة، زيارة المجوس، الهرب إلى مصر، وفي مدينة الناصرة أثناء حياة مريم العذراء العادية. يذكر الإنجيل المقدس حادثة صعود يسوع ومريم العذراء والقديس يوسف إلى القدس، وحيث فقدوا يسوع وجدوه في الهيكل بعد 3 أيام. كذلك نرى مريم العذراء في عرس قانا الجليل، حيث حصلت من ابنها يسوع على أولى عجائبه. ومن يستحق أكثر من مريم العذراء على أولى عجائب يسوع؟ كذلك يذكر لنا الإنجيل المقدس أن مريم العذراء كانت تتبع ابنها يسوع وهو يبشر، متنقلة بين قرى ومدن فلسطين. وبلا شك قد سمعت مديح تلك المرأة لها ولابنها يسوع: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين الذين رضعتهما. فقال يسوع: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظوها. ومن حفظ كلام يسوع أكثر من مريم العذراء؟ إذ عنها يقول الإنجيل المقدس: كانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها. لقد اختفت مريم أثار ابنها إلى أن وصلت معه عند الصليب على جبل الجلجلة، حيث تحققت فيها نبوءة سمعان الشيخ: وأنت سيجوز سيف في نفسه. والإشارة الوحيدة والأخيرة التي وردت عن مريم العذراء خارج الأناجيل المقدسة نجدها في أعمال الرسل، إن مريم العذراء كانت تشارك الرسل الصلاة استعدادا لقبول الروح القدس. كانوا يواظبون على الصلاة مع بعض النسوة ومريم أم يسوع. هذا ما يذكره الوحي عن مريم العذراء في الإنجيل المقدس. ثانيا، ماذا قالت الكنيسة في مريم العذراء؟ لقد عرفت الكنيسة محبة يسوع العميقة لأمه العذراء. هو الذي أراد أن يكون ابنا لها وخاضعا لها، ومن أجلها صنع أولى عجائبه. وفي ساعات نزاعه الأخيرة لم يفتكر إلا بأمه العذراء، فوكل أمرها إلى تلميذه الحبيب يوحنا. فلا عجب أن نرى الكنيسة تقتفي أثار المسيح في مثل هذا الإكرام. وقد عبرت الكنيسة عن حبها وإكرامها لأم يسوع بما يلي: أولا بالعقائد المريمية التي أعلنتها، عقيدة الحبل بلا دنس، وقد أعلنها البابا بيوس التاسع بتاريخ 8/12/1854 بقوله: إننا نعلن ونحدد أن الطباوية مريم العذراء قد عصمت منذ اللحظة الأولى لحبل بها من كل خطيئة. ثانيا، بتولية مريم الدائمة، أي قبل الولادة، أثناء الولادة، وبعد الولادة. والنجوم الثلاثة التي نجدها على جبن العذراء وعلى كتفيها في الصورة الشرقية للعذراء تشير إلى ذلك. وقد حدد المجمع اللاتيني هذه العقيدة سنة 649. ثم عقيدة الأمومة الإلهية، أي أن مريم العذراء هي أم الله، وقد أعلنت الكنيسة هذه العقيدة في مجمع أفسس سنة 431. ورابعا، عقيدة انتقال مريم العذراء إلى السماء نفسا وجسدا، وقد أعلن هذه العقيدة البابا بيوس الثاني عشر سنة 1950. بالإضافة للعقائد، أظهرت الكنيسة أيضا إكرامها للعذراء بالصلوات الجميلة التي تخاطب بها العذراء، ومنها: السلام عليك يا سلطانة وتحت ستر حمايتك، بصلوات المسبحة
وبالأناشيد الجميلة، بإشادة المعابد والكنائس والمزارات العذراء، بإقامة الأعياد احتفاء بها وقد بلغت أكثر من 15 عيد في السنة، بتأليف الكتب التي لا تحصى عن حياتها وعلاقتها بابنها يسوع والكنيسة في كل ذلك، إنما تحقق نبوءة العذراء فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. النقطة الثالثة والأخيرة، ماذا يقول المسيحيون في مريم العذراء؟ إن المسيح المؤمن على مثال الله الذي أحب العذراء فحصمها من الخطيئة الأصلية وملأها من الروح القدس واختارها أما طاهرة لابنه يسوع، وعلى مثال الكنيسة التي هي أيضا بدورها قامت بإكرام مريم العذراء كما تحدثنا الآن، كذلك المسيحي المؤمن لم يتردد أبدا في إظهار هذا الإكرام للعذراء، كما أن بيت بدون أم هو بيت ناقص، كذلك كنيسة دون أم هي كنيسة ناقصة. وقد سئل يوما نيومان وهو كاهن بروتستانتي ارتد إلى الكنيسة الكاثوليكية لماذا قام بهذا العمل، فأجاب: لم أجد في الكنيسة البروتستانتية أما تشفع بي ولا حنان أم يرافقني. لقد تبارت الكنيستان الشرقية والغربية في مديح وإكرام مريم العذراء. في الشرق إن أقدم صلاة وجهت العذراء هي من الشرق، صلاة تحت ستر حمايتك نلتجي والدة الله القديسة، فلا تغفل عن طلباتنا في احتياجنا، لكن نجينا من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة. ومن أهم القديسين الذين تميزوا بإكرام العذراء في الشرق نذكر القديس أفرام السرياني وهو الشاعر العذراء، القديس كيرلس الإسكندري، والقديس كيرلس الأورشليمي، والقديس أمبروزيوس. أما في الغرب حيث نذكر صلاة جميلة قالها القديس برناردوس في العذراء: اذكر يا مريم العذراء الحنونة أنه لم يسمع قط أن أحدا التجأ إلى حمايتك وطلب معونتك والتمس شفاعتك وعاد خائبا. وكذلك صلاة السلام عليك يا سلطانة وهي من القرن الثاني. وأخيرا، هذه هي مريم العذراء التي اصطفاها الله أما لابنه يسوع، معها وعلى مثالها سنستعد لاستقبال يسوع في عيد الميلاد، لأن من وجد مريم فقد وجد يسوع، ومن أحب مريم أحب يسوع، لأنه حيث مريم فهناك يسوع، وحيث الأم فهناك الإبن، ولا يمكن للمسيحية أن تفرق بين الأم وابنها. فإذا ضاع يسوع في قلوبكم فتشوا عن يسوع الضائع مع أمه العذراء، وبدون الشك ستجدونه ينتظركم في الكنيسة في سري الاعتراف والتناول، كما سبق أن وجدته أمه في الهيكل. وأنهي كلمتي بما قالها أحد الآباء: من كان للعذراء مكرما لن يعرف الهلاك أبدا. وشكرا لكم، وإن شاء الله كل عام أنتم والمسلمين بألف خير. وانت بخير يا أبونا، وشكرا لإلك وهالسرد الرائع. نعم. يعني تاريخ رائع من الإكرام وتقديس مريم العذراء من بداية التكوين. شكرا لإلك يا أبونا، وكل عام وانت بخير. العفو، وإن شاء الله بنبال دائما في خدمة كلمة ربنا، وما أحلى أن يتحدث الإنسان عن أم مريم العذراء، ومهما تكلم لن يقيها حقها. أكيد صحيح. أكيد صحيح. إن شاء الله أبونا في برنامجنا القادم على السنة الجديدة إن شاء الله، أو قبل السنة الجديدة ممكن نلتقي يوم الاثنين القادم، وأيضا في كمان برنامجنا صباحكم نور. فنتمنى لك يا ربي عيد مجيد، وكل عام أنتم بخير. وأنتم بألف خير يا رب. كل عام أنتم بخير أبونا، الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. الله معك. الله معك. باي باي. يعني استرسلتك بالاستماع لأبونا فرح بأنه من العهد القديم للكنيسة وعقائد الكنيسة اللي عبر المؤتمرات والمجامع اللي أقامتها لتكريم مريم العذراء وأعطائها مكانة خصوصية غير قابلة للنقد أو النقاش، وأيضا كمان القديسين والشعب المؤمن كرم مريم العذراء، فلها مكانة ما حدا بيقدر إنه يلغيها.
نعم الكمال لله، بس عن جد أبونا بيكمل الموضوع. نعم من كل الجهات بالضبط، يعني أضاء على كل التساؤلات يعني اللي ممكن الواحد بهذا الموضوع. يعني من الكتاب المقدس ماذا قال الله عن مريم العذراء، في القديسين ماذا قالت الكنيسة فيما بعد عن مريم العذراء، وماذا يقول الشعب المؤمن اليوم اللي كل واحد بموهبته اليوم بيؤدي التكريم المناسب لسيدتنا مريم العذراء. مثل حضرتك صح. صوتك حلو، بتركلي لها ترتيله حلوه، بتألف لها كلمات يعني هذا كم جميل اليوم الواحد يكون وفي يكون يعني في ناس كثير لبعاد عن الكنيسه بيتخيلوا دائما انه الناس القريبين من الكنيسه انهم عاطفيين، والموضوع الايمان المسيحي ابدا هو مش عاطفي، لانه العاطفه متقلبه، يعني العاطفه تتبدل مرات بتنشف يعني اقرب الناس له محبه، واحد مثلا زوجها او زوجته الاهل الاب والام، احيانا بوصل لمرحله من التعب والاعياء وهيك مش فاضي يروح يشوف ابو امه، مش قادر يحكي كلمه حلوه لاهل بيته، مرات بمر الواحد حتى كيميائيا جسمه بتخربط، الواحد بيصير بيعصب بتفاعلاتنا العاديه صح. ولكن بنشوف انه موضوعنا مش عاطفي، الموضوع الايمان المسيحي هو عقلاني عقائدي. ولا يستطيع المؤمن المسيحي كشف سر الله، الله يكشف عن أسراره لمؤمنينه لما بتسلمي بإيمان. يعني الإيمان بالقبل بيجي الإيمان، وإن كان في جزء عاطفي، بس إذا تمادت العاطفة عليه أصبحنا أشخاص يعني ما بدنا نسميها هوس، بس بيصير إنه زي بنشوفهم بالمدن الكبيرة اللي بيكون ماسك الإنجيل ولحيته ما بيحرقها من زمان، نشوفهم كنا نشوفهم بلندن، نشوفهم بالمدن الكبار بينادي جيسوس سبق الله ويجمع الباصات، يعني يتحول إلى هوس وحالة مرضية بتصير، يعني كل شيء فيه مبالغة بالهذا بتحول لمرض، بصير فوبيا التخوفات هاي من إنه نهاية العالم، بصير يسألون كثير الأشخاص هذول عن أبونا، خلص هاي العلامات تحققت، طب بدنا نهاية العالم رح تتحقق. يا جماعة خلينا إحنا بعد نظر يكون عندنا بإيماننا، يعني ما بدي واحد بيقول لي أنا حاسس صاير علماني يا أبونا لا بالعكس، أنا عندي هذا الإيمان اللي أنت بتؤمن فيه، بس مش عاطفي، ما بيصير الواحد يظل يعني يبنى على زاوية. الإنسان يتكون من يعني عدة إمكانيات وطاقات بده يوظفها كلها بالإيمان، مو بأنه في ناس كثير بحطوا بس العاطفة، أبونا أنت اليوم أخرت زدت الصلاة هالقدي، لا عملتها هالقدي، وأنهم ماسكين الساعة وبحسبوا عمي جاي تصلي، أنت ليش تطلع على الساعة أصلاً، إذا جاي تصلي لا تيجي، إذا وقتك مشغول ما عندك أنت جاي بدك تكرس هالوقت لربنا، إذا الوعظة طولت بزعلوا، إذا قصرت بزعلوا، إذا يعني هذا بصير هاي عاطفة. قديش الكاهن عنده هالليون يقدر يكتسبه، ولكن احنا ما بنحكي عشانهم يخفوا عني، انا بحكي عشانهم هم يقووا ايمانهم. يعني في ناس بيفهموا انه الراهبه عصبت علينا وزعل الابونا عمل هيك، يا عمي لا مش الشغله، هم عشانكم بزعل، لما يجي الاهل يعاقبوا طفلهم او بالهذا هم للبنيان، يعني في قصد واحد هيك يعمل شخصيه بس اولاده ويسيطر عليهم ويلغي شخصيتهم ويذوبها، لا اكيد، بس هو بيوجهه عشان تطلع شخصيته زي، يعني بتنبسط الام انه بنتها تطلع شخصيتها زيها، وكثير بالكهنة اللي طلعوا أولادهم كمان كهنة كثير بيفرحوا بيشوفوا إنه يعني أثر بأولادهم، لو ما أثر أبونا عبد الله حمارني ما طلع ابنه كاهن، ابنه فلان، لو ما أثر أبونا خليل أبونا فلان، يعني في طلع واحد من أولاده مش أولاده بالجسد بس كمان في أولاده الروحيين، يا ما في ناس دعوتهم اشتغلوا بالإعلام شافوا صحفي مميزة، يعني في ناس شافوا لك شخصية الدكتورة باسمة حلوة بتطلعت، بصير في ناس يلبس نفس اللبس، في ناس بيطلع بيشوفوا كانت لابسة زي هيك، مش هاي لبستي زي لبستي، بصير الناس يتناهوا في هذا شيء مش سيء، ولكن احنا بنحكي دائما بتقوياتنا ما نبالغ بتقوياتنا. يعني بتتذكر كتبنا عن ورثات العذراء من الألوهية براء مقالي أنا كتبته، وأبونا نادر صاوق نوجه له التحية كمان كتب كثير بهذا الموضوع، نحن نكرم ولا نعبد مريم العذراء استوب. التقويات العبادي لا تعني أن نعبد بإله واحد، إحنا حتى عقائدنا الثالوث الأقدس في المسيحية أن الله تعامل مع البشرية بالثلاثة أقانيم، الله أب كل الخلق وكل الكون، وخلق بكلمته مين كلمته يسوع المسيح، ولن أترككم يتامى ترك إن الروح القدس، إله واحد. يعني الأجانب إذا بتلاحظي لما بنقدس بالإنجليزي ما في ما بنختمها، ما بنحكي باسم الآب والابن والروح القدس، بنبلش ما بنحكي إله الواحد آمين،
هاي الشرق الأوسط بيستخدموها للثقافة اللي عندهم التعدد الأديان، عشان نعرف إحنا بمجتمعنا إنه إحنا لما نقول الثالوث الأقدس هي الشمس الواحدة اللي أشعت نورها بهذه الأبعاد الثلاثية، ولكن إحنا نؤمن بإله واحد. هاي والعذراء كل تكريم إلها مع يسوع المسيح، وخصوصا الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة البيزنطية عموما ما بنشوف، نادرا جدا يمكن واحدة أو ثنتين أيقونات، بس كل أيقوناتها هي تحمل الطفل يسوع. نعم. المبتسمة، الوالدة، الحنين، إلهم لو كل لوحة لها اسم بالضبط. نعم. اسم العذراء فيها اللقب هو الماخذته من فعل أصلا هذا الاسم، وتاليا بنشوف تكريمها من خلال يسوع المسيح، فهاي لازم نضوي عليها كمان يعني مشان الناس ما تفهم تقوية غلط، بتلاقيهم ببوشوا بالأيقونات وبيحط راسه تكريم الأيقونة كمان، لأنها صفحة ذكريات الكنيسة اللي بتجسد لها، خصوصا الناس اللي ما كانت متعلمة تقرأ وتكتب الإنجيل، تشوف الأيقونات اللي كانت لها دكتورة طريقة معينة، يعني ما بيصير الأيقونات البيزنطية، لازم تفوتي بأحداث وتنتهي بحدث عند الباب لما تلفي منها. ففي علم اسمه مادة الأيقونات، يعني درسناها بالجامعات إنه كيف تحط الأيقونة، يعني على ماذا تعكس من السفر الكتاب المقدس، بدك تقولي هاي من وين جبتها، بدك تقولي من هون، فما في أيقونة إنه دافنشي كان سهران زي هيك وعمل، لا صوحة مثلاً من العشاء السري، إنه في نص بحكي بخميس الأسرار، في إنه واتكى والتلميذ الذي يحبه، يعني هاي كلها الأيقونات، ما الناس يفكر إنه هيك قاعد وتخيل وقاعد يرسم، لا مش خياله، هذا الكتاب المقدس هو المصدر الأساسي زي ما قال أبونا، يعني ونظرنا نحكي للصبح الموضوع يعني لأنك فيها حقها لولتي الإله. فعلا في عندنا بعض كمان التعليقات هون عم تحكي عن الموضوع عن تكريم مريم العذراء، وعم بتقول إنه في بعض الكنائس لماذا تمنع هذا التكريم عنها وتستبعده، ونحن طبعا نصبح على كل المستمرين معنا على المباشر ومنحييهم ومنقول صباحكم نور لرانيا بقلة وأمال السلمان، وعندنا مين كمان، خالد الكواليد، العاطفة المتكونة عند الشعب المسيحي مرتبطة بتعليم الكنيسة التي أخرجها وأتقنها بعض الكهنة أبونا الدكتور خالد الكواليد. هذا من الدكتور خالد. من الدكتور خالد موجه تحية. أبونا موجه لك تحية يا خالد. وسهيلة فحل متية وكيتي حدادين وبشرة بشير، وأيضا إجتنا كمان كومنتات تعليقات عن من إخوتنا المهجرين العراقيين والسوريين اللي بيعيشوا على أرض الوطن هون، عم بيعيشوا الميلاد وذكرى مؤلمة إنهم بعيدين عن أهلهم، فطبعا نحن أنتوا بقلوبنا وصلواتنا، وأيضا دائما ندعو إنه ربنا يفرجها عليكم ويضم شملكم مع عائلاتكم إن كان هون أو بدول المهجر، لأنه في كتير من العراقيين كمان سافروا والتموا لعائلاتهم في بالبلاد دول الاغتراب. نعم دول الاغتراب، فاللي متبقي هون يعيش على أمل الالتقاء معاهم، وإن شاء الله بتلتقوا مع بعض، وإن شاء الله ربنا بفرج عليكم ويحل الأمن والسلام، السلام القلوب قبل سلام العالم، لأنه سلام القلب حتى لو ما نعيش بسلام بالدنيا، لكن إن ما كنت عايش السلام الداخلي ما رح تشعر بالسلام العالم. فبنتمنى طبعا انتم بنذكركم وبنذكر عائلاتكم دائما بصلاتنا، ربنا يرحمكم ويفرحكم ويفرج عليكم، واللي حابب ينضم ويلم الشمل مع عائلاته ربنا يحقق له كل الاماني يا رب، امين. فناخذ فاصل هلا يا ريمون، فايش بدك تسمعنا ترنيمه حلوه هيك لمريم العذراء، فنترك لك انت القرار، فاصل ونواصل. يعني
عدنا إليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا صفحة نور سات جوردان ببرنامجكم الصباحي. صباحكم نور. إجتنا ملاحظة من أبونا فرح الجازين بيقولنا أضبوا شجرة الميلاد. يا أبونا مضوي الشجرة لكن إضاءة الاستوديو عم بتغطي على إضاءة الشجرة والأضوية فيها، فإذا بنطفي الاستوديو هلا ببين الشجرة. لا مضوية يا أبونا أكيد مضوية، وشكرا لك للملاحظة. فلأنه أنا كمان على الشاشة عم بطلع على السكرين على الفيسبوك ملاحظة أنه إضاءتها خفيفة، فمن الإضاءة تحت الاستوديو فحبيت الملاحظة. طبعا كمان من حي صباحكم نور من تريز جميل، صباحكم نور. ورانيا بقلع عودت صبحت علينا، وكل اللي انضموا لنا على المباشر. فللحديث عن مريم العذراء حديث مطول بيكون، والواحد إذا بدي يحكي فيه ما رح ينتهي. لكن أبونا كلمة أخيرة، يعني شو الضرر من الكنائس التي لا تقوم بتقديس أو بتكريم مريم العذراء؟ نعم. يعني إيش الضرر اللي بيشوفوه إنه إذا قاموا بهذا الفعل واستبعدوه من عقائدهم، ومش إيمانهم إنه يؤمنوا فيها، لكن استبعدوه من عقائدهم وذكرها خلال صلواتهم؟ يعني لا شك إنه مارتن لوثر الإصلاح اللي عمله بالكنيسة كانت ظروف سيئة الحقيقة اللي بتمر فيها الكنيسة، وكان السياسة قد دخلت على الكنيسة بالضبط، وحتى كان التعيينات اللي بتتم إرسامات والتعيينات اللي هي تخص الكنيسة بالداخل كان الإمبراطورية تتدخل فيها، فكانت فترة يعني صعبة مرت فيها الكنيسة. جميع الكنائس وجميع الديانات إذا جاز التعبير التوحيدية تعطي هذا المقام والمكان لمريم العذراء، ولكن زي ما نقول فيها عقائد بعض الكنائس أبقت عليها بالجرار المكتب، ما طلعتها للعلن، لأنه القانون الإيماني النقاوي أو اللي بنحكي دائما إحنا نؤمن بإله واحد، القانون بالذلك تناقشنا فيه حلقات حوار موسع مع حضور كل يعني مجموعة كبيرة من الكنائس، فنؤمن فيه جميعا بهذا. هلأ الاختلافات العقائدية بفهموها علماء اللاهوت، حتى إحنا الكهنة العاديين يعني مش دائما بنقدر ولا يحق لنا أصلا إلا بإذن الأساقفة وتعليم خاصة، أن العقائد هذا موضوع عن مسلمات يعني من عقيدة زي ما حكينا المرة الماضية إنها بتعطيها يعني ثابتة، يعني ما فيهاش اجتهاد يعني العقيدة. فبالتالي هي عند كل المسيحية أخذت ثيكوتوكس أو اللقب اليوناني اللي هي والدة المسيح، كانوا خلاف كبير بين الكنيسة مع بعضهم على أنه هي والدة المسيح، ولا يجوز أن تقول والدة الإله لأن لاهوت المسيح هو يعني بتدخلوه بالهاي، والنهاية طبعا خلاص أنه كل الكنائس اعترفت بهذا اللقب إلها لقب والدة الإله. وكلمة الشفاعة الشفيعة ترجمت إلى العربية للأسف من اللغات الأم وخصوصا العبرانية، هي الكلمة باليوناني كمان اللي معناها بالعربي المحامية وليس الشفيعة. نعم. لأنه الترجمة الثانية مستخدم لا شفيع، القديس بولس بيحكي لا شفيع بين الله والبشر إلا واحد هو يسوع المسيح. فالشفاعة بمعنى حلقة الوصل، الجسر العابر ما بين وبين بين السماء والأرض هو شخص يسوع المسيح، فلا شفاعة إلا يسوع المسيح. مريم العذراء هي المحامية. ما هو الدور اللي بيقوم فيه المحامي أو المحامية أمام القضاء العادل؟ هي الدفاع عنه. فمريم العذراء هي لقبها مش الشفيعة، هي لقبها المحامية. يعني هي شفاعتها القدوة. شفاعتها ليس إنها تأخذ إشي بداري أو يعني بحكي لك أنا طالع على الكنيسة عندي قداس، هلا بعد ما نطلع دكتور صلي لي أبونا. يعني هلا أنت تركتي يسوع المسيح وطلبت من جرب شرائحه هو يصلي لك؟ يعني هذا أنت إذا مش مؤمن. لا بالعكس، إن إحنا نطلب صلوات بعض، صلوا كل الرسائل القديس بولس بختم يصلي لأجلكم، صلوا لأجله فلان، بذكر أسماء يعني من رسائل القديس بولس أسماء الجماعة المؤمنين بأسمائهم، فرانيكا فلاني فلان بحكيهم، تيموثاوس قداس البابا لما تم إعلانه مثلا
تم اعلانه بابا مش قال انه صلوا لي طبعا بالضبط. فليش احنا عند مريم العذراء بنوقف انه انتم بتصلوا لمريم العذراء، انتم تركتوا المسيح وبلشتوا خايف يزعل المسيح؟ لا ما راح يزعل المسيح اذا انت بتكرم، ولكن زي ما قلنا بعقلانيه وبفهم للموضوع اللي بنقوم فيه، وما نكون اميين بطريقه ان نعمل اشياء بدون ما نفهمها ونسأل. واليوم الانترنت ما خلى، والفضائيات ما خلت، والبرامج زي اللي بنقدمها انا وحضرتك ما هلنا عم نحكي مع الناس وعم نتناقش، فما دام في نقاش بالاشياء بناخذ نقاط. ياما في ناس بنولد بكنيسه ارثوذكسيه 50 سنه وهو مش فاهم اشياء، بعدين بصير عمره 50 يفهم حقائق. يقول ايه سيدنا اول مره انا بفهم هاي، ابونا انا اول مره بعرف انه هيك هيك. هو يعني اليوم الذي لا اتعلم فيه هو يوم وفاتي، خلصنا بعد. لكن احنا مدعوين بالميلاد هلا كمان نستقبل يسوع، اسف بعتذر على قساوه الكلمه، بدنا نستقبل يسوع المسيح بنظافه، نستقبله بقلوب طيبه، يعني نسامح، واللي صار في خلافات عائليه معنا ومع بعض ومش قادرين نرجع نحكي مع بعض نصلي عشانهم، واللي صار في بلوك واضح في العلاقات مع اشخاص بنصلي عشانهم انه الله يديم المحبه، ما بنصلي انه يتغير شخصيته. يعني ما بيعجبنا بالشخصيه اللي عملنا معها بلوك بعلاقتنا، بنطلب من الميلاد ربنا انه يصفي القلوب، يحنن قلب. اللي حكاها مين هذيك اليوم؟ ابونا من ضيوفنا اللي حكى، ان ابونا مودي حكى قلب البشر هذا نشيل قلب الحجر ونعطي قلب بشر، تيصير في هذا العاطفة إن نحس بالناس ونشعر مع اللي محتاج، مش المحتاج ماديا فقط، المحتاج كلمة، المحتاج ثناء، المحتاج أحيانا كلمة مرات بتكون قاسية شوي عليه، بس لأنه بنحبه لازم نحكي له إياها مشان يهدي. إذا كان كثير متحمس بنقول له يا حبيبي هدي، لما نشوفه بطيء بنقول له استعجل. إذا بالعيد إحنا رسالتنا الكنيسة بتوجه للجميع نحمل بعض بالصلاة وما نغامر على صحتنا وصحة اللي بنحبهم لكبار السن اللي حددتهم الحكومة بأعمار معينة، الرجاء البقاء في منازلهم. أمين يا أبونا، وإحنا منضم صوتنا لصوتك أيضا كمان تكريم مريم العذراء، وكمان إنه ما نضلنا الترداد الغير واعي. أيضا كتير في ناس بتتلو المسبحة وهي بالقداس، كمان ما بصير كمان، يعني في ناس كتير بشوفهم بالكنيسة ماسكين المسبحة وبيصلوا وصلوا وصلوا، تركين القداس، تركين القراءات، تركين الكلام الكاهن والتقديس والهي، حال مرضية أنا بسميها، حاملين هالمسبحة وبيصلوا. فلكل يعني وقت، يعني قبل القداس ماشي، بعد القداس ماشي، أو مثلا مساء قبل النوم، صباحا حاب تحكي ترتل أو تتلو مسبحة الوردية، يعني مو غلط، لكن مش بوقت القداس. فهذه يا أبونا المشاهدات والممارسات أوقات الخاطئة منا نحن بالأوقات في طريقة عبادتنا وتكريمنا وصلاتنا، أوقات غير واعيين ببعض الممارسات اللي منقوم فيها كمان خاطئة بتكون بتطفش الناس اللي إيمانها ضعيف أصلا. وأيضا تدخل بعض المجموعات اللي عندها هذا الفكر منقول بعيد عن الفكر الكنسي عن موضوع تكريم القديسين والقديسات والشفاعة، بيدخلوا من هذا المدخل، يعني انه شوف كيف عم بيمارسوا. طبعا هاي ممارسات شعبية الكنيسة اوقات كتير بتحكي فيها انه يعني تقوية. خلال القداس ضب من المسبحة، هي تقوية مش سر، تقوية نعم، يعني ضب المسبحة، ركز على القداس، ركز على القراءات، ركز على الذبيحة الإلهية، ركز على كلام الكاهن خلال القداس. صحيح. أوقات نحن اللي منجلب الحكي لإلنا، صحيح، هي اللي خلت الناس والكنائس الأخرى ومارتن لوثر يدخل فيها لأنه بالغنا، هو كاهن بالنهاية كاثوليك، يعني بالغنا جدا ببعض الممارسات ونسميها مش الكنسية، هي الشعبوية أو الشعبية أو الإيمانية. فبدنا إحنا نفرق، يعني نفرق كيف نصلي، تركيزنا على ربنا يسوع المسيح طبعا نحن منركز عليه، الآب والابن والروح القدس. وفعلا أنا لاحظتها إنه ما بيصلوا الأجانب الإله واحد آمين، يعني هذه منحب نذكرها إنه هذه انذكرت بس في المدن اللي فيها الدين الإسلامي على أساس، يعني إجت هاي الجملة بعد الإسلام. نفرق انه احنا ما بنعبد ثلاث آلهة، احنا بنعبد إله
واحد في ثلاثة أقانيم. ندخل في هذا الموضوع لأنه هذا كمان بده حلقة لوحدة. طبعا تكريمنا لمريم العذراء، هي أم والكنيسة، والإنسان اللي بلا أم بيكون يتيم، فكيف بالأحرى نحن أمنا مريم العذراء أم الجميع، وهي المدافع عنا والمحامية عنا، وهي مظبوط إنها بتقربنا ليسوع المسيح، دافع عنا أمامهم بالزبط. بشفاعتها زي ما بقولوا، أو بحمايتها بمحبتها ومحبتنا لإلها. نطلب أوقات كتير طلباتنا من خلالها لربنا، لكن إحنا ما بنستغني عن الله طبعا. نعم، نحكي مثل ما حكى يسوع، نتود نكون مكان يوحنا الحبيب، هذه أمك وأخذها من وقته إلى بيته. نعم. نحمل مريم العذراء بيوتنا لبيوتنا. نعم. ونفتخر إن نحط صورتها. نعم. وهذا كله زي ما حكينا هو تكريم، بالعكس هي وصية يسوع. نعم. شو ما اللي حكاها؟ ما تركها عنا بس ليوحنا يعني حكاها. نعم. يعني لو تركها بس أنا يوحنا وأنت يوحنا. صح، بقول لو تركها يسوع من دون هاي الجملة يعني تخيل الموقف، يعني إنه خلص أنا تركتك وديري بدبري حالك، لكن هو ما تركها، تركها بحماية. فيها جزئية مهمة هاي الجزئية، يعني فشوف مكانة مريم العذراء عند يسوع، فكيف بالأحرى نحن البشر يعني ما نكرمها. يسوع حطها عند يوحنا المعمدان، يوحنا الحبيب، إحنا كلنا يوحنا المعمدان الحبيب زي طبعا. ما أنت تفضلت، فيسوع هي في قلبنا وفي حمايتنا كمان، نحن كبشر منكرمها منقدسها كون يسوع حطها أمانة كمان بقلوبنا. فبهذا الزمن نفكر في مريم العذراء، هذا اليوم نفكر في طلعتها هي ومار يوسف القديس إلى بيت لحم، وصارت موعد ولادتها وكانت متألمة، ما فيش إلهم مكان يقوا إليه وتولد فيه بكل طمأنينة ودفى، وولد بمغارة بعيد عن كل هالعالم. ونفكر بهذا المشهد ونتأمل فيه، ونكون مع مريم العذراء نواسيها، ونكون معها في ألم مخاض لولادة يسوع المسيح، والولادة تكون بقلوبنا قبل ما تكون في المظاهر الخارجية اللي منمارسها، مع أنه هي كمان ضرورية لأنها بتكمل طبعاً. يعني هالزينة، زينة الميلاد وكمان فرحة الأولاد. فنحن جينا هلأ لنهاية برنامجنا، بنتمنى لكم نهار سعيد يا رب، وعياد مجيدة مباركة مني ومن أبونا جورج شرايحة. إن شاء الله يا ربي هذا العيد يكون يحمل الفرح والخير والصحة والسعادة للجميع، ويحقق الأمال لكم، لعائلاتكم، لأطفالكم، وأيضا من 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 حيي ومن وجه تحية لكل كبار السن الموجودين في البيوت مش قادرين يطلعوا ومحرومين إنهم يحضروا القداس، قداس الميلاد. بنقول لهم كل عام أنتم بخير، يا ربنا يديم عليكم الصحة والعافية يا رب. وأيضا للأمهات اللي خلال هاي الفترة كمان ضحوا من أجل أولادهم، ربنا يعطيكم الصحة وتكونوا مثل عمثال مريم العذراء، حافظين الأمانة في صمت وكل شيء في القلب. فكرسوا هذا الألم اللي عشتوه وقدموه لمريم العذراء لأمام المغارة، حطوا كل أحمالكم وأحلامكم، كل ألامكم وكل يعني مخططاتكم وكل ما تتمنوه بمغارة الميلاد، تربنا يحقق لكم أحلامكم. للمهجرين والعراقيين والسوريين وكل متألم ومتشرد مشرد في هذا العالم، طبعا منحييه في هذا الصباح كمان، ونطلب ربنا يرحمكم في رحمته، يعم السلام بكل العالم، البلاد اللي بتعاني الحروب والمآسي، خاصة بالأرض المقدسة، أرض الميلاد، أرض السلام، فلسطين. فنحن منحييهم من هون من الأردن، إخوتكم وأحبائكم، نحن في خندق واحد دائما معاكم، منصلي لكم أينما كنتم، وأيضا في لبنان وسوريا والعراق ومصر وكل البلاد اللي بتعيش حالة من عدم الاستقرار، نتمنى في هذا العيد أنه تحقق لها السلام والأمان لإلها، لبيوتها، لعائلاتها.
من مكتب نورسات، من طاقم نورسات وفريق العمل اللي كان معكم خلال الفترة هاي الماضية والسنة الماضية، وأيضا لازلنا مستمرين إن شاء الله بنفوسكم بصلواتكم. أنا وأبونا جورج شرايحة من خلال برنامج صباحكم نور، وأيضا الدكتورة ليندا أبو جابر والدكتورة وأبونا نبيل في برنامج عين على المشرق، وأيضا الضيوف اللي انضموا لنا دائما. ما تنسي الإعلامي يروك، أنا نسيتها يعني. لا هاي كبيرة، هاي ما بمشي لك إياها. أكيد ربكة طبعاً. مجهودها مضاعف. أكيد. بالنشرة ونشرة الأردن في أسبوع خلال الفترة، والشباب كمان كل طاقم النورسات من حييهم، وواحد واحد وفرداً فرداً لكل من تعامل معنا، كل من عمل معنا، كل من قدم خدمة أو تطوع، نوجه لهم تحية، نتمنى لهم أعياد مجيدة مباركة، وهاي السنة والسنة القادمة تكون تحمل إن شاء الله يا ربي خير على الجميع والصحة ولعائلاتهم. وأيضا مين ضل علينا أبونا؟ نحن بنوجه طبعا التحية لكل الكهنة اللي شاركونا كمان في برامجنا واللي أتحفونا باتصالاتهم، وكل من كان كمان معنا وشاركنا باتصالاته. وأيضا بنوجه تحية أيضا لحكومتنا ولأمن الأمن والجيش والدرك اللي سهرانين على أمننا وسلامنا وصحتنا، وزارة الصحة بطواقمها الطبية والتمريضية، وعلى رأس الجميع جلالة الملك عبد الله الثاني الله يحفظه والعائلة الهاشمية. بنوجه لهم ألف تحية. وصلتنا كرت معايدة لنا وللنورسات، فمن العائلة الهاشمية جدا رائعة للعائلة المالكة، فمنوجه تحية كمان لهم بأعياد مجيدة مباركة وسنة يا ربي خير على الجميع وعلى أردننا ووطننا يا رب، وكنائسنا وكهنتنا وأساقفتنا وبطريركنا كمان وطاركتنا اللي دائما ضمينا في أحضانهم. منوجه لهم تحية ومنتمنى للجميع سنة مجيدة ولد المسيح، هللويا، وكل عام وأنتم بألف خير. آمين.